الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. الإمامة إمامنا المأمومون، ثلاث كلمات عن هذه الكلمات الثلاثة. أولا الإمامة، ما هو وزن الإمامة في الإسلام؟ البعض لا يعتبر الإمامة شيئا مهما في الدين، آخرون يقولون لا، بل الإمامة شيء مهم ولكن ليس بتلك الدرجة من الأهمية حتى تكون معرفة الإمامة ومعرفة الإمام واجبة. هذان رأيان باطلان بالوضوح. النصوص الشريفة في بطلان هذين الرأيين كثيرة. البعض يقول لا، بل الإمامة شيء مهم ومعرفة الإمامة واجبة ومعرفة الإمام واجبة، ولكن الإمامة ليست من أصول الدين. هذا
هذا أيضا باطل. الإمامة أصل مهم من أصول الدين. أصول الدين يعني ماذا أصلا؟ هذه الكلمة ليست باللغة الهندية ولا باللغة التركية، هذه الكلمة عربية. أصول الدين يعني ماذا أصول الدين؟ الدين الدين، أصول يعني أسس. الكلمة لها معنى ثاني؟ معنى أصول الدين أسس الدين. الإمامة ليست من أسس الدين؟ إذا ما كانت الإمامة من أسس الدين، ما الذي هو من أسس الدين؟ بلا شك، بلا أدنى شك، بلا أضعف شبهة، الإمامة أساس من أسس الدين. إذن الإمامة أصل من أصول الدين. في اللغة العربية أصول يعني أسس. طبقا لهذا المعنى الإمامة من أصول الدين، نعم بلا شك. نصوص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالعشرات لا بالمئات تبين بالدلالات الثلاث، بالدلالة المطابقية، بالدلالة التضمنية، بالدلالة الالتزامية، أن الإمامة أصل من أصول الدين. أصلا كلمة أصل واردة في مجموعة من الروايات الشريفة. لعله قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نقلت لكم رواية شريفة، في مقطع من الرواية الشريفة عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدين وأصل الدين رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أهل زمانه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الإمام يقول أصل الدين، إن الدين وأصل الدين رجل. أنت تقول ليس من أصول الدين؟ المشكلة أين؟ المشكلة مشكلة ظريفة، مشكلة دقيقة. المشكلة أن هؤلاء فسروا كلمة أصول الدين بتفسير لا ينطبق على الإمامة، هذه المشكلة. قالوا أصول الدين هي الأمور التي من يرفضها يكون الرافض خارجا من الدين، خارجا من الملة، خارجا من الإسلام، يكون نجسا، تكون ذبائحه محرمة. أصول الدين تفسيرنا لأصول الدين هذا اصطلاح مخترع في كلمة أصول الدين، هذا العنوان بهذا التفسير لا ينطبق على الإمامة الذي ينكر الإمامة ويقبل التوحيد والنبوة، ليس نجسا، ذبائحه ليست محرمة، إذن أصول الدين لا تنطبق بهذا التفسير على الإمامة. المشكلة في تفسيرك، تفسيرك لا هو مطابق للغة العربية، لا هو مطابق لروايات أهل البيت، تفسير مخترع. لماذا تفسر أصول الدين بهذا التفسير؟ من أين؟ هذا التفسير موافق للغة العربية؟ لا، أصول يعني أسس، أصول الدين يعني أسس الدين. أنت اخترعت تفسيرا جديدا، وهذا التفسير لا هو مطابق للغة، لا هو مطابق لروايات أهل البيت. روايات أهل البيت في كلمة أصول الدين ليست هذه، روايات أهل البيت بيّنت أصول الدين بعنوان أسس الدين، بعنوان المعنى اللغوي. أنت اخترعت تفسيرا طبقا لهذا التفسير، الإمامة تكون خارجة من أصول الدين. يعني ماذا؟ يعني شخص، كمثال، شخص يأتي يقول في مجلس خاص، يقول
يقول أنا عندما أقول وردة لا أقصد وردة، أقصد سيارة، لا بأس. ثم يذهب يصعد المنبر في فضائية في مكان عام مثلا، يقول أيها الناس الوردة الفلانية ليست وردة. إذا اعترض عليه أحد يقول لا أنا لي اصطلاح خاص في كلمة الوردة. اصطلاحك غلط، اصطلاحك لا ينطبق مع اللغة. شخص يقول أنا في مجلس خاص يقول أنا عندما أقول صلاة لا أقصد المعنى اللغوي ولا أقصد المعنى الشرعي للصلاة، أقصد من الصلاة الجدار. في مجلس خاص يقول هذا الشيء، ثم في مكان علني في مكان عام يقول أيها الناس صلاة الظهر ليست صلاة. شخص يعترض عليه صلاة الظهر ليست صلاة، يقول لا أنا مقصودي من صلاة يعني الجدار، صلاة الظهر ليست جدارا. هذا التفسير، هذا المصطلح المخترع لا هو موافق لكلمة الصلاة في اللغة، لا هو موافق لكلمة الصلاة في الشرع. مخترع جديد تخترعه في مكان خاص ثم علنا تقول شيء آخر حتى تخرج صلاة الظهر من الصلاة. تفسير مخترع في مكان خاص للإمامة لأصول الدين، أصول الدين يفسرونها بتفسير خاص، لا هو موافق للغة في كلمة أصول، لا هو موافق لروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثم يقولون لا الإمامة ليست من أصول الدين بتفسيرنا. تفسيرك غلط. بأي مناسبة أنت تفسر كلمة أصول الدين بهذا التفسير؟ من أين جاء هذا الشيء؟ أصول الدين أسس الدين في اللغة، في رواية أهل البيت الإمامة أصل الدين، إن الدين وأصل الدين رجل، وروايات أخرى كثيرة. إذن الإمامة من أصول الدين قطعا ويقينا من أصول الدين بلا أدنى شك، بلا أضعف شبهة، من أهم أصول الدين الإمامة. النصوص الشريفة في هذا المجال كثيرة. اسمحوا لي أقرأ لكم مقطعا صغيرا من حديث شريف. هذا الحديث رواه الكليني في الكافي، رواه الشيخ الصدوق بأسانيد عديدة، لعله ثلاثة أسانيد على ما ببالي، في عدد من كتبه، في علل الشرائع، في معاني الأخبار، في الأمالي، في أكثر من كتاب، ثلاث أربع كتب من كتب الشيخ الصدوق. النعماني هو من تلاميذ الكليني رضوان الله تعالى عليهما. في كتاب الغيبة الرواية الشريفة مذكورة في المصادر في أكثر من مصدر، رواية مفصلة من أروع الروايات الشريفة فيما يرتبط بتفسير الإمامة، فيما يرتبط بموضوع الإمامة. هناك روايات مفصلة، هذه من الروايات المفصلة في الإمامة. عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا عليه الصلاة والسلام بمارو، فاجتمعنا في الجامع هو وجماعة من دون الإمام الرضا طبعا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كان في مكان آخر. فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة، دار الحديث عن الإمامة في هذا المجمع في المسجد، وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، كل واحد يقول شيء في الإمامة. فدخلت على سيدي الرضا عليه الصلاة والسلام فأعلمته خوض الناس فيه، ذكرت للإمام عليه الصلاة والسلام ما دار في تلك الجلسة في المسجد، فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال يا عبد العزيز، الراوي عبد العزيز بن مسلم، يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، جهال. الآن يقول، أنا أقرأ مقاطع من الرواية الشريفة، الآن قال عليه الصلاة والسلام هل يعرفون قدر الإمامة؟ هؤلاء يتحدثون عن الإمامة، هم يعرفون قدر الإمامة؟ يفهمون الإمامة يعني ماذا؟ هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا
وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة. إبراهيم كان نبيا امتحن، نجح في الامتحان، الله عز وجل رقاه، صعده، صار خليلا. هذه درجة الخلة، درجة أعلى من درجة النبوة. ثم الله عز وجل بعد أن كان إبراهيم نبيا وخليلا امتحنه امتحانا آخر، نجح في الامتحان، أتم حسب تعبير القرآن الكريم، أتم الامتحان، الله سبحانه وتعالى رقاه، جعله إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم آنذاك نبي وخليل، نبي وأعلى من النبي هو خليل الرحمن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، نجح في هذا الابتلاء، في هذا الامتحان، فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، رقاه، صار إماما، مرتبة ثالثة، النبوة أعلى من النبوة، الخلة أعلى من الخلة، الإمامة. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال إني جاعلك للناس إماما. هذه الإمامة. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يسترسل في كلامه، الإمامة جاءت إلى أن وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، من بعد رسول الله إلى أمير المؤمنين، من بعد أمير المؤمنين إلى أبنائهما، يذكر تفصيلا. هذه الرواية الشريفة في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 198، كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 198. إذا صارت عندكم فرصة 10 دقائق، ربع ساعة، لعله هذه الرواية الشريفة قراءتها بشيء من التدقيق، لا بتدقيق شديد كثير، بشيء من التدقيق يأخذ منكم، تأخذ منكم لعله ربع ساعة. إذا صارت عندكم فرصة راجعوا هذه الرواية، رواية جدا جميلة، 3-4 صفحات تقريبا، معاني جدا جدا رائعة، بعبارات جدا جميلة، العبارات جدا رائعة، تتحدث عن الإمامة. ما هي الإمامة؟ كيف تكون الإمامة؟ الإمامة شيء أعلى من النبوة، أعلى من الخلة. هذا الحديث الشريف، أحاديث شريفة أخرى، الإمامة من أصول الدين؟ نعم، الإمامة من أصول الدين، بل من أهم ومن أعظم أصول الدين، بلا شك، بلا أدنى شك، بلا أي شبهة، من أسس الدين. نعم، في روايات أهل البيت، نعم، من أصول الدين، من أسس الدين. كلمة أولى فيما يرتبط بالكلمة الأولى، الإمامة. الكلمة الثانية، إمامنا أرواح العالمين فداه. أقرأ لكم أيضا مقطعا من حديث شريف، هذا الحديث الشريف حديث مليء بالعواطف، عواطف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تجاه حفيدهم، حديث فيه حزن لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بفراق الإمام أرواح العالمين فداه، حديث فيه معاني ومعاني. أقرأ لكم مقطعا من الحديث الشريف، هذا الحديث ورد، الشيخ الطوسي ذكر هذا الحديث في كتاب الغيبة، الشيخ الصدوق في كمال الدين ذكر هذا الحديث، آخرون أيضا ذكروا، عن سدير الصيرفي، حقا حديث جدا رقيق وجدا عاطفي، فيه حزن. عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب، 4 من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، دخلنا على مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام.
رأوا الإمام في حالة غير طبيعية جدا، حالة حزن غير طبيعية، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري، ثوب غليظ، ثوب يؤذي الجسم عادة. وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه، وأبلى الدموع محجريه من كثرة البكاء. المحجران أصبحتا كأنه إنسان بكثرة البكاء حدقة العين تتغير. وهو يقول: سيدي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يخاطب حفيده بكلمة سيدي، يخاطب الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فدا بكلمة سيدي، وهو يقول: سيدي، غيبتك نفت رقادي، جعلتني لا أتمكن أن أنام، وضيقت علي مهادي. قبل ولادة الإمام بسنوات طويلة، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هكذا يتحدث معه: سيدي، غيبتك نفت رقادي، وضيقت علي مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. أنت تتأخر في الظهور، أنت تتأخر في القدوم، واحد بعد واحد يموت، هذا ينتظر يموت ولا يراك، الآخر ينتظر يموت ولا يراك، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد، فما أحس بدمعة ترقى من عيني، وأنين يفتر من صدري، إلى آخر كلامه. قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهن. ما هذه الحالة؟ الإمام يخاطب من بهذه الكلمات؟ وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل، فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك، من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك؟ قال سدير: فزفر الصادق عليه السلام زفره، انتفخ منها جوفه، نفس، أخذ نفس عميق من الألم، وقال عليه الصلاة والسلام: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم. هذا الكتاب ما هو كتاب مطبوع؟ لا، هذا كتاب خاص بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ما الذي يوجد في كتاب الجفر؟ هو الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي، هذا الكتاب أين؟ الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده. وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، المؤمنون يبتلون في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته، وارتداد، العياذ بالله تعالى، وارتداد أكثرهم عن دينهم، العياذ بالله تعالى، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم،
التي قال الله تقدس ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني الإمام يقول يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين بعض ما يرتبط بعصر الغيبة، بعض ما يرتبط بالظهور الشريف. أولا الإمامة، كلمة عن الإمامة قلناها، الإمامة أصل من أصول الدين. ثانيا إمامنا أرواح العالمين فداه، قرأت لكم مقاطع من هذا الحديث الشريف من شوق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى لقائه، من قلوب أهل البيت المفجوعة، من قلب الإمام أرواحنا فداه المفجوع. الإمامة أولا، ثانيا إمامنا أرواحنا فداه، ثالثا المأمومون نحن. هذا السؤال يلزم أن يتساءل المؤمن من نفسه هذا السؤال باستمرار. جواب هذا السؤال ليس كلمة، كلمات وكلمات. تحدثنا عن هذا السؤال الذي أريد أن أطرحه مرارا وتكرارا، في كل مرة ذكرنا جانبا. السؤال: ما نحن مأمومون؟ الإمامة إمامنا، نحن المأمومون. نأتم بهذا الإمام، ما هو واجبنا في عصر الغيبة؟ تحدثنا عن هذا السؤال، عن جواب هذا السؤال، أجبنا أجوبة عديدة، وغيرنا أيضا تحدث. أريد أن أذكر لكم هذا اليوم جانبا لعلي ما ذكرته من قبل. ما هو تكليفنا في عصر الغيبة؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: والعاقبة للمتقين. نتيجة الدنيا، عاقبة الدنيا، آخر الدنيا. آخر الدنيا طبعا أطول من أول الدنيا. آخر الدنيا، عاقبة الدنيا هي لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم، وبتبعهم لشيعتهم. إحدى الخطوات التي يلزم علينا أن نتقنها، خطوة جدا جدا مهمة، هذه الخطوة طريقة الأنبياء، هذه الخطوة طريقة أهل البيت، هذه الخطوة طريقة أصحاب أهل البيت العلماء منهم: تأجيل الأمور، تفويت الفرصة، جر القضايا، سحب الأمور قدر المستطاع، تأخير الطاعة لغير أولياء الله. يعني ماذا؟ يعني النهاية لك، الأمم الأخرى، الفئات الأخرى، الطغاة، الظالمون، هؤلاء كلهم كلهم لهم تاريخ انتهاء. عندما يأتي تاريخ انتهائهم ينتهون خلص. أنت ليس لك تاريخ انتهاء، أنت بالعكس لك تاريخ ابتداء. أنت، لا أقول أنت، يعني أنت كفئة، كطائفة، كأمة، النتيجة لك. هو له تاريخ انتهاء، عندما يأتي تاريخ انتهائه ينتهي قطعا ويقينا. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ونريد أن إرادة من الله. إرادة الله تتخلى عن المراد؟ ممكن الله عز وجل يريد شيئا هذا الشيء لا يتحقق؟ مستحيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إرث الأرض لك، لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بتبعهم لك، أنت الوارث، انتظر. هو مورث، هو يبقى يموت، لا أقول هو كشخص كل الناس يموتون، لا، هو كفئة، هو كجماعة، هو كأمة منحرفة، الكفار، المذاهب المنحرفة، هؤلاء ينتهون،
هؤلاء مورثون، أنت الوارث. الوارث ماذا عليه؟ عليه أن يستقيم، يمشي بصورة صحيحة وينتظر، لأن الإرث له، هو وارث. انتظر إلى أن يموتوا. متى يموتون؟ الدهر يميتهم، مرور الزمن يقضي عليهم، أنت انتظر فقط. انتظر، لا تفعل شيئا، لا هذا غلط. انتظر، أد واجبك، كن مستقيما، كن صامدا في طريقك، تعامل معه بهذه الطريقة، ماطل، المهم أن تبقى. أؤكد، لا أن تبقى أنت وأنا، ليس مهما أن نبقى نحن، المهم أن يبقى هذا المسير، المهم أن أبقى أنا في هذا المسير. النتيجة لنا، ماطل معه، أجل. يقول لك اليوم، قل له غدا، بعد غد، بعد ذلك، أجل. مرور الأيام يقضي عليه. الأمويون جاءوا، جاء تاريخ انتهائهم، انتهوا، ولوا إلى غير رجعة. العباسيون جاءوا كفئة، كطائفة حاكمة، ظالمة طاغية، بقت فئة فترة، جاء تاريخ انتهائهم، خلاص إلى لا رجعة. العثمانيون جاءوا ولوا، البريطانيون جاءوا وحكموا في بعض البلاد أكثر من 100 سنة، انتهوا خلاص، راح غيرهم يأتي ويروح، ينتهي، المهم أن تبقى أنت، المهم أن تبقى صامدا في هذا الطريق. أجل، العاقبة لك، اصبر، لا تستعجل في أعمالك، في واجباتك، لا تؤجل أبدا، التأجيل ليس صحيحا. فيما يريده منك أجل، في فورة قدرته قل له غدا، بعد غد يصير خير، على تعبير البعض، قل له يصير خير، شيئا فشيئا هو ينزل، هو ينزل، ينزل، ينتهي، خلاص ترتاح منه. فئة ثانية، جماعة أخرى، طغاة آخرون، منحرفون آخرون، ماطل معه فقط، بعبارة في كلمة واحدة، ضيع الوقت معهم، ضيع أوقاتهم، لا تضيع وقتك، ضيع الوقت معه. الطغاة إذا أرادوا منك شيئا لا تعطيهم، قل له بعد، بعد حين، انتظر انتهاءهم. علينا أولا أن نكون صامدين مستقيمين، نبقى في هذا الطريق، هذا الطريق له النهاية، النهاية لهذا الطريق، والعاقبة للمتقين، العاقبة لك، بقيت في هذا الطريق، أنت بقيت في الطريق الذي عاقبة الدنيا، نهاية الدنيا، آخر الدنيا التي هي، الذي هو أطول من أول الدنيا بكثير، هذا لك. أنا أنهي حديثي بقراءة بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، أقرأ لكم آية أو 3 آيات وأحاديث شريفة سريعة. الله سبحانه وتعالى، هذا كان في الأمم السابقة أيضا، الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. انتظروا، رح ننهيهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، النهاية لكم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. في آية قرآنية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنتم خلفاء الأرض، النهاية لكم. هناك اضطرار، هناك سوء، لا بأس، اصبروا، هذا السوء يكشف. أمن يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. آية قرآنية أخرى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. النتيجة لكم أيها المؤمنون، وجعلنا ذريته هم الباقين، البقاء إلى آخر الدنيا لكم. أنتم ما عندكم تاريخ انتهاء، تاريخ انتهائكم بانتهاء الدنيا، هم عندهم تاريخ انتهاء. في حديث شريف من حديث الأربعمائة، حديث المشهور، حديث مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فيه 400 موضوع مختلف ديني، يقول في مقطع منه مزا عجيب، هذا المقطع حقا عجيب، جدا جدا عجيب هذا المقطع. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: لا تستعجلوا، انتظروا، لا تحاولوا أن تنهوا الأمور قبل وقتها، أنتم استمروا في طريقكم، هو متى انتهى انتهى، خلاص ينتهي هو، أنت لا تحاول، انتظر. يقول عليه الصلاة والسلام: مزاولة قلع الجبال. كم هو صعب الإنسان يريد أن يقلع جبلا، صعب جدا، تريد أن تحرك جبلا، مزاولة، تريد أن تزيل جبلا من مكانه أو تزيله تنهيه، صعب جدا وجدا. هذا الصعب أسهل من أنك تريد أن تنهي ملكا ما جاء وقت نهايته. جدا حديث عجيب. مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل. هذا الملك مؤجل، له أجل، إذن ماذا نصنع نحن؟ واستعينوا، هذه الآية التي بدأنا بها الحديث قالها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن: مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل، واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض فإن الأرض، هذه فإن الفاء من الإمام عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام استشهد بالآية القرآنية، ما ذكر نص الآية القرآنية: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه، انتظروا، امشي في دربك، أنت لا تنحرف، أنت أدي واجبك، لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندموا ولا يطولن عليكم الأمد. لماذا طال؟ انتظر. الذي دائما يقول لماذا طال قلبه يقسو. القرآن يقول: ولا يطولن عليكم، الإمام يقول في هذا الحديث: ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. في حديث شريف، آخر حديث شريف في هذا اليوم أقرأه، هذا الحديث رواه ابن شهراشوب في كتاب المناقب، كتاب كتبه الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام لعلي بن الحسين ابن بابويه والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما، شخصية جدا مرموقة. في هذا الكتاب، كتاب جدا رائع جدا وكل كلماتهم رائعة صلوات الله عليهم، في مقطع من هذا الحديث يقول، في مقطع صغير يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: وأمر، هذا كان من وجوه الشيعة، عبارات هذا الكتاب جدا عجيبة في مدح علي بن الحسين ابن بابويه رضوان الله عليه، في مقطع منه يقول: وأمر جميع شيعتي بالصبر، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أمر جميع شيعتي بالصبر، الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، انتظر اصبر. استعينوا بالله واصبروا. ثانيا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق مولانا صاحب الأمر بقلبه المحزون، بقلبه المتألم، بانتظار فاطمة الزهراء له،
بانتظار آبائه الطاهرين له. اللهم بحقه صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا، أعطه ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.